هناك قاسم مشترك بين المدن العراقية في جملة من التقاليد الرمضانية، إلا أن ثمة خصوصيات لمدينة الأعظمية في بغداد، حيث يجتمع السكان للصلاة في مسجد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان لأداء صلاة التراويح ضمن العبادات الخاصة بشهر الصيام. وهناك عادات أخرى يقوم بها السكان في المدينة، كاميرا برنامج مع الناس تجولت في مدينة الأعظمية وسألت الناس عن أجواء الشهر الفضيل وكذلك أحوالهم العامة. اختلفت هواي، اختلفت أمور شهر رمضان. شهر رمضان إلى شان نكهة خاصة، هسه هاي النكهة اختفت. هواي أمور سياسية، أمور اقتصادية أثرت على هالبلد هذا. لا ما يتغير، راح يبقى الوضع مثل ما هو، لأن 12 سنة كلش كافية. أحسن رد هي 12 سنة اللي فاتت، كل شيء ما شفنا أي تغيير مسار. إحنا عايشين على المولدات، هسه إحنا جايزين من الوطنية، ماكو وطنية جايزين منعتها، لو ذهبي لو جدول، بس الأكثر شيء ساعة ذهبي إحنا عايشين. يعني من تقاليد رمضان كانت العالم الود بيناتها، من ناحية فطور، من ناحية سحور، من ناحية احنا نسميها تعلولة بالعامية، نسير يم الأخ والصديق، وهي كلها متخاوية وكلها أخوة وأصدقاء. بس صار حد يعني هاي لا خلى أقعد ببيتي، خلى أقعد كذا. كنا لعبة المحابس برمضان، لعبة المحابس برمضان نتعنالها ونتواعد عليها ويا بوقتنا، يعني أعمارنا نتواعد عليها. أمان طلع نقبط كوستر، سيارة كوستر نقبطها دروح على لعبة محابس، فالخلتها يعني. قبل كنا نحجز غازينو كاملة، جاسم الأسود من الكاظمية من العظمية عم يحضر لي اسمه بعد مع احتراماتي إلهم، لاعب من أهل الكرادة مال الزوية آي أدى سولف له قبل، يعني قبل بس أكثر منه 17 سنة 18 سنة. التقاليد يعني كانوا يلعبون، وهاي الحلويات يجيبوها هم على حسابهم، ما يجمعون من عندنا، ماكو فشي يعني ينجمع من القاعدين لو كذا، لا هم يتبرعون بيه حتى يجمعون هاي الشباب، هاي يفهموها الاحترام المتبادل يصير بيناتهم، الود، ويطلعون كلهم فرحانين وضاحكين ومسحرين والحمد لله وشكر. هسه هاي كلها ما موجوده، هاي تقضي لك ساعه ساعتين غازينو بمطعم حديقه، غيرها ترجع للبيت. هسه رجعت اليوم تفجير يم وقف الشيوعي بساحة الأندلس، البارحة تفجير بالشعلة، هاي الضحايا منو مسؤول عليها؟ منو مسؤول عليها؟ الدولة سألت عليها؟ ما سألت عليها. الدكتور بمستشفى دواء مع المريضة ذاك اليوم ناشد وزيرة الصحة دي يقولها هاي يوميتها 150,000 دواء علاج، دواء يراد لها 150، هو ما عنده، كاسب على عربانة يبيع بيبسي يبيع ماي، دي يحصل بالبطل ربع دينار لو 500 دينار. زين هذا مين يقوت ورا سحب مولدة، ورا أجار، ورا دكتور، ورا دواء؟ أبسط علاج، أبسط دواء ما تروح تأخذه من الصيدلية 7,000-8,000 دينار، 10,000 دينار. زين هو كوتا اليومي 5,000 دينار، 6,000 دينار، روح 10، حتى لو عماله 25 يوميته هو ما تشيله. بس هم على السياسيين لا والله عمي، بس ملتهين بروحهم، ملتهين بامتيازاتهم، ملتهين بإيفاداتهم، ملتهين بحالهم، ملتهين بحالهم. قل لي نائب ما استلم قطعة أرض، اعطيني نائب ما استلم قطعة أرض، ماكو يعني ما عندنا. كل من دا يقول أنا شعلة هي هاي ترى مأذية الشعب ومأذية الشعب، والله هم الشعب هم التقاليد بدأت تنقرض. هسه كانت قبل العالم يعني من يصير وقت الفطور، هسه شوفها نادر قليلة، يعني قامت واحد يسطل الأخ، واحد يدز البيت، كانت قبل البيوت لا ماكو، يعني الاطباخ يوزع على الجوارين كلها المنطقه مالته او البيوت اللي بصفهم يعني. فهسه الظاهره بدت يعني قليله تنقرض، يعني نادر، بقت بس العوائل القديمه تسوي هذا الشيء، تقلد هذا الشيء.
والله الطبقه الفقيره هو باع الانسان، هو احنا ناس بالعراق قاطبه يعني عايش على رب العالمين وعلى مساعده الناس الخيره اللي واحد اللي عنده مروه ورحمه بقلبه اللي يساعدهم. ما يتامل يعني من حكومه من شيء، ولا لان حكومه ما يعني يجون بس على قد الانتخابات بعدك. شوف ما عاد ولا واحد منهم وصل، ما حد بين منهم. والله قلت لك يا تحت رحم بعد بس رب العالمين راح يعني 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 شو تريد تغير احنا نغير؟ يعني اذا هو اذا تقول لك دا يطلعون مظاهرات ودا يطلعون دا تطلع مظاهرات ودا يطلعون احتجاجات وماكو تقديم كل خير دا يسووا. يعني نتامل يسوون لنا كهرباء، يسوون لنا ماي، هاي الناس الفقراء النامه بالشارع، الامراض هاي الساريه اللي ما تعرف شنو هي. الاعظميه هي يعني الاعظميه هي مكانتها موجوده وبها طواقم شبابيه يعني علميه ومكافحه، بس ما حد يستغل، ما حد يعطيها مجال الشباب الاعظميه يشتغلون او يقدمون في شيء. احنا في الحضره الاعظميه منطقه قديمه وتراثيه ومعروفه عبر تاريخها، يغلب عليها الطابع الديني ويكثر فيها المساجد، وفي اجواء شهر رمضان المبارك ترى فيها الناس اغلبهم صائمون وقائمون و لا يعني يستمرون في اجواء رمضان الليل كله من الفطور الى السحور، وتواجدهم في المساجد للصلاه في التراويح وقيام الليل والى بعض المساجد الى السحور، وخاصه المنطقه معروفه فيها مركز الامام ابي حنيفه رضي الله عنه، والمنطقه دائما وابدا وعلى مدار تاريخها معروفة بالمناسبات الدينية، وخاصة شهر رمضان تكون الأجواء أجواء طيبة وظاهرة للأعيان، ويكثر فيها الصلاة والتراويح وقراءة تلاوة القرآن، وأجواء طيبة وجميلة، والناس تشوفها مستقرة نفسيا لأن أجواء دينية تعطي للإنسان الراحة النفسية والاطمئنان والاستقرار. لا المجتمع العراقي عام وخاصة احنا بالحضرة الأعظمية على مدار تاريخ ما يسمى بالديمقراطية الجديدة التي دخلت إلى العراق لم نجني أي ثمار من هذه العملية السياسية، وخاصة الظاهر للعيان، شوارع تعبانة، مجاري ماكو، ماء ماكو، كهرباء رجعت للانقطاع دون عمل يذكر، يعني ما اكو شيء ظاهر استفاد منه المواطن، بالإضافة انه المواطن ده يدفع جبايات يعني عبر تاريخ العراق منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1920 ولحد يومنا هذا انه ما مر الشعب العراقي مثل ما يمر به الان، يعني وصلت الجبايه الى النفايات الى الماء الى ارتفاع اجور الكهرباء، يعني ماكو شيء، بالاضافه انه العراق اللي يشوفه يقول لك انه كثرت به السيارات، احنا لو نشوف اجواء الاعظميه يعني هذا من 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 المأساة والتلوث البيئي والدمار اللي سببه للعراق، انه هذه الكثره هي مو بصالح الناس ولا بصالح البلد، يعني انه انت مو تجيب سيارات، انت سوي مشاريع، شنو المشاريع اللي قدمتها للبلد وبما فيها الاعظميه؟ الاعظميه من اقدم المدن التراثيه سنه 150 هجري بعد وفاه الامام الاعظم سميت بالاعظميه، وفيها من خيره العلماء والمثقفين، وخلفنا هذه كليه الامام الاعظم، جامعه تسمى، هذه من ثالث جامعة بالعالم، هذه باع وضعها ثالث جامعة بالعالم سنة 1066 تأسست بعد الجامعة في القيروان في المغرب والأزهر، هذه الجامعة شوف مناطقنا بائسة، شوف الأرصفة، باوع الشوارع، باوع المحلات بائسة،
احنا العالم ده يتقدم يوميا، كل ساعه ده يتقدم، احنا يوميا وكل ساعه ده نتاخر، يعني من سيء الى أسوأ. والله احنا العراقيين تعلمنا، لا احنا العراقيين تعايشنا ويا الجو، يعني بعد شلون كل عراقي شايل دمه بيده ويفشي، لان ماكو شنو هو نوع الاستقرار، شنو نوع الامن. يعني احنا دا نسمع الاخبار ودا نباوع التلفزيون ودا نباوع المأساة اللي يمر به الشعب ودا نباوع انه ماكو، كل بلد يفتقر الى سلطة القانون. القانون اذا ما يطبق والعدالة تطبق بحد حذافيرها، يعني من رئيس الوزراء الى اللي يكنس بالشارع لازم يطبق عليه القانون. شوف العالم المتقدم في اوروبا، يعني حتى رئيس الدولة اذا يخطأ يحاسب، ماكو حصانة. شنو الحصانة؟ هو بشر، هو إنسان. يعني أقرأ تاريخ الصحابة وأقرأ تاريخ الخلفاء كلهم أكو التزام. إحنا لا، إحنا المشكلة اللي عندنا ما عندنا قانون يعني نحكم به ويطبق فيه العدل على الجميع، يعني من أعلى إلى أسفل. فإحنا إذا طبق العدل عندنا خلال أشهر العراق يرجع من أجمل وأحسن المدن المتقدمة بالعالم، لأن يمتلك ثروات كل العالم ما يمتلكها، فيراد بس إدارة أمينة ونزيهة وشريفة تقود حتى نعبر بر الأمان. حقيقة أجواء شهر رمضان هنا في منطقة العظمية بالذات إلى فد أجواء روحانية خاصة، صلاة التراويح، العالم تطلع تتسوق، تدري بالنهار حارة ما حد يقدر يطلع للسوق، اللي يسوق يحضر للعيد، اللي يحضر المواد الإفطار. والله الأعظمية المحلة 310 و12 و14 كهرباها على الخصخصة، يعني زين الحمد لله، أقدر أقول لك أحسن من غير مناطق، بس بغير مناطق الله يعينهم ويقويهم وإن شاء الله أجرهم على قد المشقة. والله الفقير إلى الله، والله أكو عالم تطلع من الصبح عمالة ترجع ما بجيبها 5000 دينار، وأكو عالم تلقيها ما لذة وطاب بأكلها، بس إن شاء الله من حلال مو من حرام، الحرام ما يدوم. والله يا أخي العزيز، أنا أشوف اللي العراق الآن قد بغي عليه وفي هذا العصر، وأصبح حكامه يبيعونه ويقبضون الثمن، واذا اكو نيه صالحه ما تكمل سنه. نعم. وسنتين وخمسة وعشر سنين ترى. نعم. بنا التحتيه راد لها سنين لما تخلص، يعني خاصه الفساد الاداري والفساد المالي واللي داعم المجتمع والمخدرات وما مخدرات والتجار الفاسدين، هاي كلها لها تاثيرها على المجتمع وعلى الفقير وعلى حتى العوائل المتوسطه الدخل. يعني تلقي المتقاعدين شهر يخلص راتبهم ورا الشهر الثاني يحتارون شلون حيخلصون شهرهم. بالضبط. نعم. بالضبط. وموظفين تلقيهم 20 يوم يخلص الراتب وشلون يكملون بقية الشهر، يعني حال من بعضه مثل ما يقولون. نعم. الله كريم. حركة يعني أعمار لازم تصير بالبلد. من تصير حركة أعمار، الكهرباء يشتغل، الخلفة. نعم. يشتغل، العمال تشتغل، أيدي أهل السيارات الحمل كلها تشتغل. بالضبط. إذا هاي كلها متوقفة ذولا كلهم قاعدين. نعم. مين يجيهم وارد اذا ابو اللوري من الصبح لليل مقابل السكله وقاعد وما محمل له طنين ايش بنته، او الخلفه يطلع الصبح للمصدر ويرجع ما محصل له عمل، او العمال اصحاب العوائل مين يجيبون يعيشون مجتمع عوائلهم؟ اذا لازم اداره صحيحه للبلد. كانت تجينا 5 مواد صفت هسه الطحين كل 5 اشهر تجينا نصقونية. الفقير الى الله، الى الله الفقير، الى الله الفقير، الفقير تدمر. لح نصير مثل المجتمع الهندي، لو مهرجات لو نايمين بالشوارع الفقره، ويوم اكثر هسه بالشوارع العالم الفقره النايمه اللي ما عندها، شباب بنات شابات يجون يقدون، والله تستحي تباوع عليهم. والله اجواء رمضان اجواء طيبه وحلوه ولطيفه، وبهذه المناسبه نهني العالم الاسلامي وخاصه العراقي بهذه المناسبه الطيبه شهر رمضان المبارك. الله ما يدع الجميع خير وسلام واستقرار وامان.
العادات تقريبا نفس العادات، بس اكو اضافات يعني جوامع هسه الحمد لله شويه من صار بيها زخم، شباب اجوا للجوامع شويه يعني خاصه برمضان يعني. والله المحيبس شو صار السنه الماضيه والسنه الحاضره يعني قلت بها الالعاب، ولا كانت بكثره والشباب يتابعوها بالمقاهي بالعالم تتاخر العالم يعني حال حتى الان يعني العالم زين يعني الحمد لله. والله نقول ان شاء الله احنا نتفائل بالخير، ولا هم يمكن نقول بك تغير الوجوه شويه الحكومه تدير بال على الشعب. الشعب يعني هذا رمضان كانت الحصص التموينيه وال اقول لك العالم مرتاحه يعني تجي حصص تموينيه مرتاحه ويطوم مشاريع ثلاثه، هسه ماكو يعني العالم مثل ناقوط لها صارت شغله يعني. نقول الله كريم يتفائل بالخير ان شاء الله، الحمد لله والشكر ان شاء الله. ندعي انه يجي اهم شيء السلام للعراق، السلام والامان والاطمئنان، ونقول ان شاء الله تجي وجوه حلوه وخيرين اكو هواي موجودين بالبلد هذا والطيبين موجودين، ان شاء الله يصير احسن من الماضي. والله احنا بالنسبه ان اول ما نبدا بالشوربه والتمر واللبن اي ناخذ لنا شويه بعدين. والله نريد الامان للعراق، نريد الفرحه للعراقيين، نريد ترجع الاسره العراقيه، الخوه العراقيه، اللي ان ترى بالنسبه للفرد العراقي اذا الدور الكره الارضيه بما بيها ما تلقى مثل طيبه الفرد العراقي، ولا كرمه ولا اخلاقه ولا شيمته ولا عزيمته. فنرجو من الله عز وجل انه يكون يفرح هالبلد هذا ويخرجه من هالازمه هاي، وان شاء الله غمه والزول عن هذا البلد. العادات اللي انفقدت كان قبل الموده والتراحم موجوده، هسه كلية انفقدت زين، كله على مود الفيس، وكان قبل يعني التراحم موجود والجيران يزور جيرانه والقرايب، هسه كليتها تقريبا انفقدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للأمة الإسلامية ونبارك شعبنا العراقي الحبيب بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي جعله الله فرج، شهر فرج وفرح لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا نحن في العظمية المباركة عند جامع الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، ونرى أجواء رمضان المبارك، ونرى الناس في قدومهم إلى التراويح وقدومهم إلى صلاة شهر رمضان المبارك. نرى في عادات شهر رمضان، نرى الكرم الذي يوجد في شهر رمضان، كرم ليس كغيره، البركة الموجودة ليس توزيع الطعام، إفشاء التعارف بين الناس في التراويح في المساجد ليس كغير أيام شهر رمضان ما شاء الله. وأيضا الإنفاق على الفقراء والصدقات، نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الصدقة، صدقات شهر رمضان إلا الصدقة لله سبحانه وتعالى وهو يجزي بها، يعني صدقات شهر رمضان تضاعف ليس كصدقات باقي الأشهر. فشهر رمضان شهر فضيل مبارك، والصدقة فيه مضاعفة والأجر فيه مضاعف، والصلاة أيضا فيه مضاعفة، والسنة فيه كالفرض في غيره، وهذا الشهر ليس كباقي الأشهر. وجزاكم الله خير الجزاء. أمنيتي أن يعم الأمن والأمان على الشهر، على في هذا الشهر على الأمة، أمة الحبيب المباركة، وعلى شعبنا المبارك شهر شعب العراق، وعن على عاصمة بغداد الحبيبة والعظمية بالخصوص في خصوص في هذا المكان المقدس الإمام أبو حنيفة النعمان. بالنسبة لأجواء رمضان هذا العام أجواء حلوة الحمد لله وشكر الله. يعني قبل لحظات قبل ما يبدأ سؤالك الكريم قلت شنو الفرق بين هاي السنة وبين السنين المضت، اختلفت الأجواء مثل أمسيات رمضان، مثل لعبة المحابس أو غيرها أو ما شابه ذلك، أو مثلا هذا الجار قبل الفطور هذا مثلا اشطاب خين يزورون هذا، لحد الآن هاي موجودة أستاذ الكريم، ولحد الآن في أوقات الفطور والسحور هاي موجودة تزاور بعد الفطور خصوصا، يعني تبدي ناس تزور ناس من الأقارب الأصدقاء الجيران. بالنسبة للطلاب يعيشون هسه أجواءهم بالدراسة في خصوصا فترة الطلاب الكليات هسه فترة الامتحانات، ايضا هم يتجمعون وايضا هم مع الامسيه الرمضانيه ان شاء الله. بالنسبه لي امنيه يعني امنيه خاصه عندي، مو ما عندي، اولا تتحقق العداله. راح تقول لي شنو ايش تقصد بالعداله؟
أمنيتي كفرد عراقي، مواطن عراقي، أمنيتي أن كل مواطن عراقي تلتفت إلى الدولة الكريمة ويأخذ حصته من النفط العراقي. هذا النفط نفط الشعب، مو نفط أمريكا ولا نفط إسرائيل ولا نفط يعني كتلة معينة أو حزب معين. نريد الخيارات الشعب تتوزع للشعب حتى الناس تعيش برفاه بأمان باستقرار إن شاء الله. تدري من ناحية اقتصادية يعني جدا ضرورية هاي الحالات اللي تصير، كلها انهيار اقتصادي، وسببها هي كلها موجودة، سببها أمريكا وإسرائيل ولا ما شابه ذلك. بالنسبة أمنيتي أن إن شاء الله تصير وحدة الصف بين أبناء الشعب، ماكو فرق أو تفرقة بين هاي الطائفة وهاي الطائفة، وندعي من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الأمان ونعيش برفاه وتتحقق العدالة حتى بالانتخابات. يعني هاي الانتخابات أخي العزيز أخوي الخاف شوية الروح زايد بالكلام، بس تقبلها مني برحابة صدر، وأرجو أن هذا الكلام اللي راح أقوله أرجو أن يطلع، يعني طلع بالبرنامج، يعني رجاءً طلع. أولاً خلي تكون مصداقية بين دولتنا الكريمة وبين المواطن العراقي. قالوا قبل الانتخابات بنفس اليوم تعلن النتائج، بنفس اليوم تعلن النتائج. ما هذا الشيء ما شفناه أستاذنا الكريم. والله حلوة، كلش حلوة رمضان، خاصة بالعظمية كلش حلوة أجواء رمضان. الحمد لله والشكر، وضعنا كلش تعبان المادي، يعني كلش تعبان، قاعدة شقة إيجار، أبوها حالته كلش تعبانة. يعني إيش أتمنى بنتي الطيب وأشوفها بنية قدامي، يعني أي والله أتمنى بنتي الطيب قدامي، هاي اللي أتمنى. بس هالبنية الوحيدة عندي ومريضة وعانت ما عانيت وياها من عمرها 6 أشهر. يعني أتمنى أن يشوفها وينظر بحالتها. دا أضربها حاليا أوبر كيمياوي، زين أوبر كيمياوي دا أضربها، دا يوقع شعرها. العصارة مالتها ب35,000 يومية، لازم أني أستعملها عصارة من عدا بقية العلاجات. والله خاصة العظمية لأجواها كلش حلوة، يعني ذكرنا بأيام رمضان القديمة، يعني لها نكهة خاصة، وإن شاء الله يعني نتمنى من الحكومة بأن الكهرباء يحسنوها، لأن دائما يعني يطفوها الظهر. والله أمنيتي ما يطفون الكهرباء. أي والله هاي أمنية العراقيين كلها. والله شوية يعني الأجواء هاي السنة يعني نشوف شوية كفة تغيير، يعني حركة العالم، يعني وضعية العالم شوية، العالم يعني حست أو وعت يعني على الوضع. يعني مثل السنة اللي فاتت يعني كانت يعني بداية رمضان تفجيرات اللي صارت، يعني تفجير اللي صار بالتقاعد العامة وتفجير الكرادة شوية أثر على العالم. يعني هي مثل لعبة المحابس وأكو فاد يعني لعبات بعد، هي يعني ضمن أجواء رمضان يعني بدأت تروح يعني قليلة. يعني احنا عندنا بالأعظمية كانت لعبة المحابس فتشي، يعني أكثر لعبة يعني كانت برمضان، ويعني هي بالأعظمية يعني تباع زقة الأعظمية بكل زقاق تلقى فد مجموعة من الشباب مسوين فد قاعدة ويلعبون بات، وهاي هسه قليل يعني 1% 2% تلقى هاي الشيء موجود. يعني وضعية العالم اختلفت، وهاي تعرف انت الأوضاع اللي صارت وهاي هواي أثرت يعني أي الأوضاع الأمنية ولا يعني هاي يعني سبب رئيسي انه تخلي الشاب او لا يعني ما له واسي يعني بهيك شغلات. يعني والله اني امنيتي انه هذا الوضع ينصلح ويرجع حال البلد مثل ما كان قبل، وقلوب العالم تصفى والحقد ينشال هاي من كل قلوب العالم، ونرجع نعيش يعني مثل ما كنا قبل عايشين. يعني طبعا الاجواء الرمضانيه تختلف في رمضان خاصه في العظميه، لانه هنا طبعا تختلف الطقوس في رمضان في العظميه. الناس تلتجئ الى القهاوي والى المناطق الشعبيه
وطبعا يبقون الى وقت متاخر في الليل. طبعا مو مثل باقي الايام لانه ايام رمضانيه طبعا اختلفت الايام الرمضانيه عن ايام قبل. قبل كانت اكثر بس هسه شويه الوضع الامني قلل من هذه الامور، بس مع العلم احنا نشوف هسه الناس تلتجئ الى القهاوي وتاتي تلتجئ الى الاسواق، اكثر الاسواق واكثر التسوق خاصه في المناطق الشعبيه مثل العظميه مثل الكاظميه مثل باقي المناطق الشعبيه. والله هنا يعني الحقيقه اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم، هنا الاجواء برمضان تختلف خاصه بالعظميه، يعني تبقى مثلا الشيء الحلو اخر 10 ايام، اخر 10 ايام برمضان الطريق براس الحواش ينسد، تبقى بس الماره، فالناس تتبضع من العظميه واجواها يعني حلوه تصير يعني خاصه برمضان. والله العادات والتقاليد تقريبا يعني هم العظميه نفسهم يعني تقاليدهم حلوه، وخاصه برمضان يعني الاكل من بيت البيت يعني شعبيه، مناطق شعبيه يعم الامان على الشعب العراقي ككل من اقصى الشمال اقصى الجنوب. لا قل الترابط الاجتماعي مو مثل قبل، واسطة التكنولوجيا حتى وضع البلد اختلف مو مثل قبل. شنو السبب؟ سبب قلة الترابط الاجتماعي نقدر نقول. والله بالنسبة للسياسيين احنا صار هاي على خضم 14 سنة، السياسيين ما بدلوا شيء بالنسبة لهم، لكن الشعب هو اللي يغير، هو اللي يبدل، هو اللي يختار، وإن شاء الله الانتخابات الجاية يعني فد شيء تقدم للمجتمع العراقي، تخلصنا من هالأزمات هذني، من هالحالة هاي الإحباط اللي صار عندنا، لأن صار عندنا عزوف على أكثر السياسيين، أكو يطونك أمل، بس من نجي ماكو أمل. والله وش أقول لك، يعني رمضان خير على الجميع إن شاء الله، على العراقيين بالذات وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله بهاي الأجواء تتغير هواي محاسن، وخاصة هاي الانتخابات الجديدة، عسى وعلى، ونهدي من رب العالمين وندعو بأنه تصلح الأمور للأحسن بهاي الأجواء إن شاء الله إن شاء الله. لا الحمد لله، الحمد لله والشكر، هي الأجواء باقة نفسها وعادات وتقاليد العراقيين، يعني من قالوا بلا مو من هسه، هي نفسها، بس ظروف المجتمع هسه شوية غيرت من هواي أمور خاصة تقاليدنا، وان شاء الله الاحسن ان شاء الله الاحسن. والله هي يعني اقول لك اطفالنا كانوا قبل الفطور يوزعون الجوارينا وجوارينا تجيب لنا، هاي خيرات رمضان. والله ان شاء الله يعم الخير على العراق يا ربي، والامن والامان، شو نتمنى غير هذه. والله هي شغله الصيام هي عاده، يعني الواحد لازم يتعود على هذا الموضوع، يعني احنا من احنا صغار متعودين على الصيام، فهذا الشيء ويا الكبر اخذناه من اهلنا ومن اصدقائنا والجيران، وهو مو بس عاده وانما فشيء حلو، واحد من يصوم يعني من يجي وقت الفطور يروح كل التعب، يشوف الدار بداره كلهم صايمين، هذا الشغله الحلوه بالصيام. والله كل ما تكون خفيفه كل ما احسن. والله هذا كلنا العراقي يعني دولمه البرياني، بس تدري كل ما تكون الوجبة خفيفة كل ما أفضل يعني. والله هو السبب التكنولوجيا اللي دخلت علينا، التليفونات الانترنت، يعني حتى بدأت تقل انه القرايب تروحهم قرايب، نادرا ما تشوف تصير هاي القعدات العائلية، يعني سببها هاي التكنولوجيا اللي دخلت علينا. والله السياسي متجوز بس بالنسبة للشعب يعني ما اتصور انه هو
له تاثير، لانه هو الشعب اصلا من داخله نقي وصافي وما عنده اي مشاكل، تاثير بالسياسه نفسها. كل شيء اتذكر معدها، لان ماكو احلى من هذا الشيء، من المحبس انت وجماعتك وسوي اكل دز الجيران ودز الناس لهذا وساعد الناس زين، وبنفس الوقت تدعي الناس يفطرون عندك، يعني هاي حلوه. السياسيين بلا احساس، شلقله كلهم بلا احساس، فما بدنا نحكي بيهم لان نتعب نفسنا وهم ما يسوون شيء بالنسبه لنا، ما يسوون شيء. امنياتنا العراق يستعدل اموره ويلم الشمل كلتنا والخارج القطر يجون لبلدهم ويرجعون معززين مكرمين احسن ما بالذله برا، ترى برا ذله زين، يجون هنا وهذا التراب والتفجيرات والتعب والارهاق مال بلدي اهون من الذله اللي برا. نانا انا انصحهم يجون هنا ونصير ايد وحده، سنه وشيعه وكرد ومسيح ويزيد كلها زين، ولما الشمل ونطرد هذول الحراميه الفاسدين. والله الحمد لله وشكر، يعني هاي ايام حلوه وايام مباركه ويعني الجو ما شاء الله كلش زين ويساعد على الصيام وجو طيب، يعني ما شاء الله ما حاسين باي شيء. والله اجواء التقاليد هنا بالعظميه تختلف عن مناطق بغداد كليتها، الناس ما شاء الله هنا خير وبركه وامان، وتعرف تقاليد العظميه تختلف عن باقي المناطق. وجبه الافطار تكون شوربه وشويه تمر ولبن، يعني هو هذا الشعب العراقي ايش متعود، والحمد لله والشكر. اي شيء على مائده الافطار هو نعمه وفضيله، الحمد لله والشكر. والله احنا عندنا دراجه نطلع بيها، بالدراجه نطلع، لان تعرف شويه زحامات فنطلع بالدراجه نشرب شاي، مرات نشرب نرجيله، نتسامر نشوف اصدقائنا. والله بالسابق افضل طبعا، لانه بالسابق خلينا نقول يا اللي الحكاية العامة اللي نحكيها انه كانت خير، بس يعني شوية غير شكل الحالة. والله اكثر شيء البرياني، التمن على الجزار، التمن على الدجاج، اكثريتها هي تمن ومشاكل هاي. والله اهم شيء الامن الامان للبلد، وهالشباب هذا العاطل اللي قاعد عن العمل يتوظف، هاي اهم شيء. والله بابا هي الصيام هو فرض واجب، مثل ما نقول احنا هو كل سنه سبحان الله يجي شهر واحد فقط، وكل واحد وانطباعاته، واحد يقول مريض، واحد يقول تعبان، واحد يقول شغل، فعلا اكو ناس تشتغل، احنا عندنا بس شغلنا كله مثلا نقول محلات، اكو عالم لا اكو حماميل اكو عمال ما يقدرون يصومون خطيه صعبه عليهم، طبعا قبل يفرق عن هسه، قبل العالم كانت ابسط مثال انه العالم كانت توزع قبل الفطور. حتى الفقير اللي كان موجود ما يعني ما يهتم بالتفكير بالاكل، ليش؟ لان يلقي المائده مالته من بيت فلان ماعون، من بيت فلان ماعون، فسبحان الله ما كان اكو فقير اصلا برمضان. هسه عكس هاي الشغله، يجوز تلقيه بالمناطق الشعبيه اكثر من المناطق اللي موجوده مالتنا. الامين والهاي والامان والهاي بالصحة والعافية. يعني قبل كنا خير من الله، يعني شو تريد تسوي ببيتك موجود. هسه اذا تروح للسوق يعني يعجبك تاخذ مثل لحم، اللحم كيلو ب 16 ما تقدر تاخذه، كلش اذا تريد تاخذ لك فد ربع يعني. وقبل يعني الجوارين مو مثل هسه، كانوا الجوارين يطبخون الفطور، يجون ببيتك يقعدون يفطرون وياك ويقعدون، والشاي والتعلوله والقعده والسحور، هاي منطقه شعبيه كل واحد
أبو المثل يقول كل واحد يحيد النار لقرصته. صح. إسا اليوم أنت إذا تيجي تحن علي يجي ابني يقول له لا. ليش؟ ليش؟ اختلفت الأمور واختلفت الدنيا وما أعرف شلون صارت الوضعية هنا. هاليوم هاي من صارت مال الانتخابات، مال الانتخابات صارت عندنا. انتخبي فلان نطيج ورقة، انتخبي فلان نطيج حصة. أنا على مال من دا أبيع صوتي على مود حصة ب10,000 لو $50 يطوني؟ لا، أنا إيدي من الصندوق صندوق. والله الأماكن يعني العامة الواحد يطلع مثل ورا الفطور لما مال الأصدقاء، القعدة، السولف، الضحكة، هاي يعني كل عادة، هاي احنا أصدقاء يعني هيك. والله الصراحة يعني هي الدولمة، الماشي، البرياني، الدجاج، هاي كالعادة، اللي بين التمر، هاي كل ما يعني ورا الفطور دائما، هاي الأكل مال البيت أطيب. والله قضية يعني صحبان شوية يعني، شوف أصحابك ما شايفهم وهاي اي طلعوا هاش كشابة. والله اكثر شيء يعني اليوم الدليمية اكثر شيء يعني الاطيب شيء الدسمة. والله منياتنا يعني والله امتحانات فاينل كن ننجح بلكت ننجح. والله حاليا يعني نقضي ويا الاصدقاء ويا الاقارب، وحاليا هاي مثل ما تفضلت انت هسه جيت علينا، حاليا هسه احنا قاعدين تقريبا في مكان معين بدون الذكر. أكلاتنا المفضلة الشعبية العراقية يعني السفرة والمائدة هاي إن شاء الله معمورة. الأكلات اللي الشعبية اللي نزينها بالسفرة العادية اللي بالبيت، الوجبة الأساسية يعني هاي إحنا بغنى عن الموضوع الشوربة ما نقدر نستغني عنها، وأكلاتنا البقية وإن شاء الله نتمنى نستضيفكم يمنا يعني. والله صراحة أخويا العزيز يعني هذا دعاء كل إنسان يتمنى من ربه، أني شوية السياسيين يصير عندهم التفاتة بسيطة يعني، لأن تعرف التوضع البلد هنا شوية متأزم حاليا، الراد له يعني شوية هدوء وسكينة. وبنفس الوقت يعني السياسي مالنا يعني هالوقت الله يوفقه يعني ملتهي على نفسه ما ملتهي على غيره. والله إن شاء الله يعم الأمن والأمان على شعبنا الحبيب، لأن تعرف بلدنا مجروح وبلدنا يعني مر بظروف ما أعتقد أحد مر بيها، وندعو من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الأمن والأمان للجميع. والله ورمضان، أول شيء رمضان كريم على العراق وعليكم وعلينا، إن شاء الله نعاد علينا بالصحة والصحة والسلام والعافية. يعني نشوف أجواء حلوة وهذا، وإن شاء الله الأمان حلو مستقر. يعني هاي الأكلات العراقية الدولمة البامية يعني، والحمد لله طبعا. والله إحنا نتمنى يعني وطننا يعني نحو إن شاء الله الأحسن والأفضل والأمان إن شاء الله والاستقرار زين، وإن شاء الله يعني يتحقق الأمان. إحنا هاي أمنيتنا يعني زين، نطلع براحتنا هذا زين، مرة ايش يعني حددنا يعني. اول شيء السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية، ويعم الأمن والأمان ان شاء الله بهذا الشهر المبارك، الشهر الحرام طبعا هو شيء اعتيادي. طبعا العادات والتقاليد اللي يعني شهدناها بهاي الفترة ماكو تغيير عن السنوات السابقة، نفس العادات ونفس التقاليد من كل النواحي، سواء كان بالأكل والطلعة والطبة زين، يعني ماكو اي تغيير، يعني ماكو شيء يعني تغيير مشهود بهذا الوقت الحاضر، يعني ما قاعد اشوف شيء. والله صراحه يعني لو ترجع الحقيقه احنا جاي نشوف للاسوء، لان الدخل المادي للفرد قل، هاي من ناحيه الدخل المادي من ماديات، من قضايا المعنويه والاجتماعيه نفس الوقت هم قلت، لان تدري العالم التهت بالمعيشه والظروف المعيشيه، ولهذا ما تشوف يعني طبه وطلعه يعني بين الاهل والاقارب وصله الرحم وكذا قلت، انا اشوفها نوعا ما قلت صراحه، ماكو ذاك الاقبال وذيك الطلعه وذيك الروحه اللي احنا كنا نحسها قبل، كانت الظروف كلش حلوه زين صراحه، ماكو هذا الشيء، ماش قاعد نشهد. والله انا اشوفها الوجبه الاساسيه والرئيسيه الشوربه، ايش الاعتياد هاي
الشوربة يعني تعتبر الوجبة الرئيسية بكل أكلة زين، سواء كانت بالسحور أو بالفطور، هاي قاعد نشوفها يعني أكثر شيء أغلب الأحيان. والباقي تعرفون أنت الوجبات الغذائية العراقية ما شاء الله خير وبركة زين، والحمد لله والشكر. والله إحنا منياتنا كشباب يعني نريد الأمن والأمان هذا بالدرجة الأولى، وإن شاء الله الله يصلح السياسيين، سياسينا يصلحهم زين ويقاربهم، إحنا شيء أوتوماتيكيا نتقارب إن شاء الله بكل الرأي، سواء كانت الفكرية والعقلية بكل النواحي إن شاء الله، والحمد لله والشكر. أولا نرحب قناتكم، وثانيا رمضان كريم على الشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية. تدري أجواء رمضان حلوة تصير بالليل ونقضيها يعني مرة الفطور، نطلع أماكن حلوة سياحية يعني شلون مثل كرادة أو جادرية أو العظمية، نفطر ماكو فرق بيناتنا يعني. بالإفطار تدري يعني أول شيء تفطر يعني من التمر واللبن، عدينا تضرب المشويات يعني. بالنسبة لي أنا أحب الدجاج والبرياني، أي هاي الأكلات يعني. تدري بالبداية ما تقدر تأكل هواية لأن معدتك تأذيك، نأكل شوية خفيف وراها لا ندوس بيه بالأكل. إن شاء الله بالخير والبركة، والله يحفظ الشعب العراقي كله. شنو هو؟ ما وجبة الأفطار؟ والله شيء المفضل عندنا إحنا البرياني والدولمة والبامية وتمن، وخير من الله والحلويات. يعني تشوف الأصدقاء تلتم بيهم، تطلع تقعد يعني تشوف أجواء طيبة بين الناس طيبة، يعني الحمد لله والشكر أجواء كلش طيبة. والله هي الشوربة أبرز وجه، والدولمة أضبط اثنين. والله منياتنا يكون البلد زين والحياة تصير سعيدة كلش، وفرص عمل للشباب، وكون يعني نقضى على البطالة الفساد الإداري، يعني نتمنى حياة سعيدة إن شاء الله وتتغير الوضعية، خدمات إن شاء الله نتمنى على أشياء جديدة. أجواء رمضان الحمد لله والشكر أجواء كلش حلوة مريحة الحمد لله والشكر، والحمد لله تشوف الناس متونسة وتآلف وتآخي بيناتنا، الأجواء حلوة كلش الحمد لله والشكر. الله يديم علينا الفرحة إن شاء الله والضحكة بيننا إحنا العراقيين كأخوان كأطياف من كل أطياف. عاداتنا وتقاليدنا هاي يوم، إحنا عاداتنا وتقاليدنا نرجع من الصلاة ونستنا وقعدتنا الحمد لله والشكر، بس نطلب من الحكومة الجديدة إن شاء الله فرص عمل تعيينات إنا، لأن صارنا إحنا 3 سنين متخرجين فنرجو من عندهم فرص عمل وتعيين. أبرز وجبة الإفطار تعرفوا بكل بيت عراقي لازم الشوربة أول شيء، ثاني شيء يعني لازم موجودة التمن ومرقة، هاي شيء عادي لأن تعرف ما يقدر العراقي بدون تمن ومرقة. والله بقت هي وضميرهم، يغير ولا ما يغير بقى هو وضميره، بس ما أعتقد إنه غير لأن صار لك 13 سنة مغير، بس نسأل الله الخير إن شاء الله. والله دا أحكي لك أحلى من أجواء رمضان ماكو، أجواء رمضان هدا أشوفها الناس متونسة وفرحانة، توالمت رمضان ويا فترة انتخابات، تشوف الناس كلها دا تتأمل من الله وبهذا الشهر إنه أكو أمور إن شاء الله تستعدل تتحسن، وضعها يتحسن الناس ترتاح تصير أمان بهالبلد اللي هسه أغلبيتنا دا نشعر بيه إنه ضعيف. إن شاء الله تجي حكومة قوية تغير إن شاء الله إن شاء الله. والله إذا أكو المبدأ عراقي وعراقي أصيل إن شاء الله أكو تغيير، وإذا لا أكو أطراف تغير ما ممكن إنه يتغير، إذا ما نغير بداخلنا إحنا بنفسنا، إحنا مشكلتنا بنفسنا، إن شاء الله التغيير يكون عن طريقنا. والله إن شاء الله إن شاء الله أمنياتنا نشوف العراقيين كلهم بخير، وإن شاء الله نشوف هالبلد يمشي بمسار الطريق الصحيح، وإن شاء الله وضعنا وأطفالنا وأولادنا وأولاد أولادنا إن شاء الله نشوفهم كلهم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي يحفظكم ويحفظ العراقيين كلها إن شاء الله. أجواء جدا طيبة، وإن شاء الله يا ربي رمضان كريم على قناتكم المفضلة وعلى الشعب العراقي أجمع.
أجواء رمضان يعني أجواء طيبة الحمد لله والشكر، يعني أجواء رمضان تعرف يعني أنت بالعراق يعني كلش حلو.